تعود بدايات طرح تجميع اليهود في فلسطين وإقامة وطن قومي لهم إلى عام 1520، عندما أصدر مارتن لوثر كتابي عيسى ولد يهودياً وروما والقدس، في حين تشير وثائق أخرى إلى عهد آرثر كارمويل الذي وعد اليهود بوطن عام 1655. أما أول سياسي أوروبي طالب عالمية بإقامة دولة لليهود فهو القائد العسكري الفرنسي نابليون، صاحب المقولة المشهورة الموجهة لليهود: ورثة أرض إسرائيل الشرعيون، التي أطلقها عام 1799. وفي عام 1818 دعا الرئيس الأمريكي جون آدمز إلى استعادة اليهود لفلسطين وإقامة حكومة مستقلة فيها. وأثناء عام 1839 وصلت تعليمات إلى القنصل البريطاني في القدس ويليام يونغ بمنح اليهود حماية بريطانية في فلسطين لضمان سلامتهم وأموالهم. وفي عام 1840 قدم شافتسبيري مشروعا إلى بالميرستون أطلق عليه أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، ودعا لندن إلى تبني إعادة اليهود إلى فلسطين. تضاف إلى ذلك التطورات المتلاحقة والاتفاقيات العديدة التي تلت ذلك، مثل ساكس-فيكو، مؤتمر سان ريمو، وصفق الانتداب وصولا إلى قرار التقسيم. ولا يزال الفلسطيني يدفع ثمن تلك الصكوك عبر العقود.